ما شاء الله شحال ناجح، شفتو معايا ما شاء الله، شوف كيفاش كيجي وساهل تسد ليك. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وما تنسوش تشاركوا اللي جداد على القناه واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده، وغادي ندير لكم ان شاء الله واحد المسمن اللي كيجي ناجح 100% وكيجي هكا مورق وكيجي خفيف، كنديرو هكا بالشحمه ديال الغنمي، كيجي رائع من اروع ما يكون. غير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا كيفاش الطريقه، طريقه سهله وكتجينا سهله، ما كيتقطع لينا المسمن بحال هكا بالبصله، ما كيتقطع هكا بالشحمه ما والو، كيبقى هكا مجموع. بسم الله، عندي هنايا جوج حبات ديال البصله اللي غادي نقطعهم، انا عندي البصله الحمراء، تقدروا ديروا حتى البيضه حتى هي، ولكن كتبقى البصله الحمراء راه كتبقى صحيه البنات. وهنا كنقطع البصله وكنرققها مزيان بحال هكا، كنستمر عليها حتى كنكمل هذه الكميه ديال البصله اللي عندنا. كيجي ناجح 100%، غير جربوه. هنايا غادي ندير واحد الفص ديال الثومه، عندي فص كبير هكا ديال الثومه، الا عندنا فصوصه صغار كنديروا جوج فصوص صافي. وغادي نجيب واحد المقله كندير فيها البصله والثومه هما الاولانيين، وكندير شويه ديال الزيت نباتيه، واحد رشه ديال الملحه حسب الذوق صافي. وكنحطها فوق البوطه كتشحر، كنخليها كتشحر مزيان. وغادي نجيب عندي الشحمه، هنا ما غاديش ندير هاد الشحمه كامله، غادي نقطع منها واحد الكميه اللي كتكون قليله لان ما كنكثروهاش، هي راها كتجي لذيذه. هذه ديال الفواد البنات، ديال هكا الدواره، نقدروا نديروا حتى ديال الكلوه، ولكن انا عندي ديال الدواره هكا غليظه ما فيهاش دوك الخيوط، الا كانوا فيها دوك الخيوط كنقيوها ما كنخليوهمش منها، ما نخليهمش فيها، كنقطعوها. الا عندنا هكا الهشوار كنطحنوها على حسب، انا عاد قطعتها بحال هكا لان هي غليظه وما فيهاش دوك الخيوطه، كتجي ساهله بحال هكا. كنضيف الشحمه، كنطيبو هكا الحشوه هي الاولى. انا غادي نكتفي بالبصله والشحمه فقط، ما غاديش نزيد لا فلفله لا والو، كتجي لذيذه. انا كنخليها تشحر، وكنجيب عندي البول ديال العجانه، كندير هنايا جوج زليف ديال الدقيق ما يعادل واحد 400 غرام، وكندير هنايا واحد 100 غرام كاس ما عامرش ديال الدقيق الفينو، في المجموع كندير 500 غرام ديال الدقيق، كندير الملحه حسب الذوق، وكندير هنا عندي الخماره ديال 8 غرام، كندير واحد 3 غرام او 4 غرام ديال خماره الحلوه، ما كنديرش الكميه كامله، انا خليت هنا الكثير. وغادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال السكر صافي. كنحط البول ديال العجان على جنب، وغادي نرجع هكا نشوف بحال هكا الشحمه واش راه هي بدات كتذوب، وكنخليها كطيب على خاطرها، وكنرجع هكا كنعجن العجينه. هنا راه 5 الكيسان ديال الدقيق، هزات معايا 3 الكيسان ديال الماء صافي. وكنعجنها، كنخليها شويه مطلوقه 5 دقائق فقط راه كتعجن. الا بغيتو تعجنوا بيديكم راه ساهله، غير خفوها شويه في الاول، بعد ما كترخفوها في الاول صافي كتبداو كتديوها وتجيبوها صافي. حطيتها في واحد البول اللي غادي نخليها ترتاح، ونغطيها بلاستيكه، ونرجع حتى كنطيب هكا هاد الشحيمه هي والبصله والثومه، وكندلك هكا بواحد المعلقه كبيره، كندلكها مزيان، كندير هكا شويه ديال القزبر معدنوس، شويه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، شويه ديال السكينجبير والبابريكا او التحميره، والقزبر يابس، وراس المعلقه ديال الكمون صافي. وكنخلط مزيان حتى كتخلط لينا بحال هكا. هنا اللي عندكم الزيتون مقطع طحنوه وزيدوه حتى هو كيعطي نسمه، انا ما متوفرش عندي، ولكن راه كيجي هاد المسمن ما غنقولش لكم كيفاش كيجي، كيجي رائع.
صافي هنايا رجعت للعجينه، غادي نبدا بحال هكا. كنقرص العجينه وكنديها هكا كويرات شويه كبار، لانني هنا غادي ندير مسمنات كبار همويين. انا كيعجبني المسمن هكا كيكون كبير. صافي كنقرص العجينه بحال هكا، غادي نخرج منها واحد 10 الكويرات، تلول بها مزيان وتندهن بشويه الزيت. شوفوا العجينه راها طايعه البنات، كتجي ساهله بحال هكا. هنا راه بغيت نعجنها معكم بيدي، ولكن ضرني كتفي ما قدرتش باش نعجن هكا بيدي، عجنتها في العجانه. وراها ساهله كيف ما قلت لكم، صبقوا ليها رخفه صافي ودلكوها، ديوها وجيبوها، ديوها وجيبوها، راه دغيا كتدلك. صافي هنا غادي نغطيهم بالبلاستيكه يرتاحوا. اللي من لهيه كنديرهم صغار، واللي من هنا كنديرهم كبار. كندير 5 صغار و5 كبار. صافي غادي نرجع دابا. صافي راه الحشوه ديالنا بردات، غادي نبدا نسرح العجينه. كنسرحها هكا على شكل كاري، كندير على شكل مربع، وكنسرح العجينه مزيان باش كيجينا بحال هكا، كيجينا مفروق. صافي هنا راه سرحت لهذا، وغادي نقسم هادي على 5، لانني غادي ندير 5 المسمنات كبار. وقسمت هاد الحشوه، شفتوا الحشوه راه الشحمه طايبه والبصله راه دابت، ما بقاتش هكا، ما تقطع لينا لا عجينه لا والو. صافي كنطوي هكا على شكل مربع، وغادي نطوي الثانيه هكا. كندهن بشويه ديال الزيت، استعنوا به بحال هكا، وكنطويه على شكل مسمنه، وكنقلبو ونحطها على جن. غادي نسرح الثانيه اللي كتكون شويه كبيره، كنسرحها هكا فوق طاوله العمل حتى كتسرح لينا مزيان. وكندهن بشويه ديال الزيت، لان الثانيه ما غاديش ندير فيها الحشوه. وهاد الوجه التحت اللي كان التحت هو اللي كندير الفوق، باش كتطوي عليه هكا كتجي طيه شويه غليظه. وكنعاود نطوي، كنديرو هكا على شكل مربع. هذا كنطويه على وجهه، والثاني كنطويه على الوجه الاخر. كنسرحو هكا وكنطويه على الوجه الاخر، وكنقاد بحال هكا المسمنه. كتجينا ما كتحلش الا درنا لها هاد البراتيك بحال هكا، راه ما كتحلش، ما كتجيش بلاصه رقيقه وبلاصه غليظه في الحشوه، لان حنا عادلنا الحشوه مع بعضياتها. صافي كندير الثانيه، كنسرحها مزيان وكنطويها. راه ما كنديرش هنا الزيت، الزيت عا كندهن يدي باش كنبغي نحط هكا الثانيه، وكنحطها على جن ونسرح الكبيره عاوتاني، حتى هي حتى كتولي هكا كتبان طاوله العمل. كنسرحها مزيان وكندهن شويه ديال الزيت، شويه واحد الكميه قليله، لان راهم فيه الدهنيات ما كنقويوش فيها هكا الزيت. وكنسرح العجينه هكا عليها، كنعاود نسرح الجهه الاخرى، كنطوي، وهذه كنطويها بحال هكا باش كيجيني مقاد. كنطوي هذه على هذا الوجه، والثانيه كنطويها على الوجه الثاني بحال هكا. صافي غادي نحطهم، انتما شفتوا تبارك الله كيفاش كيجي. غادي ندير هنايا، درت هذا ديال الورق ديال الزبده كنستعن به، وهو راه من حدو كيبرد، وهو كيتجمع لان راه فيه الشحمه ما كيتطلقش. ولكن هنايا باش كنبغيو نرميو المسمنه لانها كبيره، كتجينا ساهله بحال هكا. اما نديرو شي بلاستيكه، اما نديرو هذا الورق ديال الزبده الا كان متوفر عندنا. صافي كنقرصو شويه، ما يكونش غليظ بزاف، ما يكونش رقيق بزاف، يعني كنديرو القياس. هو هذا هو السمك اللي غادي نرمي فيه. صافي وكنرمي المسمنه ديالنا، يلاه كنرميها. كندير شويه ديال الزيت وكنعاود نقلبها، ما كنخليهاش حتى كتبدا تطيب، لان الا خليناها حتى بدات كطيب راه ما كطلعش لينا المسمنه وما كتنفخش في الاول. يلاه كتصهد وكنعاود نقلب، وكتعاود تصهد وكنقلب.
حتى كتبدا تشرب الطياب باش كيتفرق من الداخل، كيجي مفروق وما كيجيش هكا لاصق على بعضياته. هنا غادي نخلي ليك مسمنه طيب، وكنقاد الاخرى كندهن شويه ديال الزيت صافي. غادي نرجع المسمنه ديالنا حتى كطيب على خاطرها، العافيه كتكون مهله ما كنقويش عليه العافيه باش ما تشوطوش، باش يطيب حتى من الداخل يطيب مزيان. هنا المسمنه الاولى راه يعني تبعت معكم الخطوات حتى كيطيب على خاطرها، اي بدات كتحمر. هانتوما شفتوا معايا كيفاش تحمرت هكا موحده، ما جاتش محروقه، ما جاتش هكا مشوطه. الا جهدنا عليه البوطه راه ما كيطيبش البنات. بغيتوا طيبوا المسمن نقصوا شويه العافيه وعطيه وقته، راه كيجي من اروع ما يكون. اللي بغيتوا المسمن ينجح معاكم، نتوما شفتوا تبارك الله المسمنه كيفاش جات. غادي نرمي الثانيه وكندهن بشويه ديال الزيت صافي. عا كتبدا تصهد هكا من التحت واحد جوج دقائق، وكنعاود نقلبها ما كنخليهاش بزاف كيف ما قلت لكم باش تنجح معانا. نتوما شفتوا معايا الله بدات كتصهد، انا قلبتها وكنزيد وكنبقاو نقلب بحال هكا. نطيب الجوانب ضروري كنطيبو هكا الجناب هاد القناه ديال المسمنه باش ما يبقاوش بيضين. وجربوا هاد هادي راه كيجيو رائعين البنات، حتى اللي ما كتعرفش هكا دير المسمن راه كيجيها ساهل، راه ما فيه شي صعوبه المسمن. بالاخص دابا راه الشحمه متوفره في كل دار، يعني كتبقى في الثلاجه بحال هكا كنديروا به الكوتي لوليداتنا، او كنوجدوه كنخليوه هكا لفطور الصباح، نوضو الصباح نسخنوه يفطروا به وليداتنا. نتوما شفتوا كيفاش كيجي السمن ديالنا كبير ومحمر، كيجي رائع وكيجي لذيذ. وما تنساوش ليا لايكات البنات، الله يجازيكم بخير، لايك لايك لايك، قووا من اللايكات باش الفيديو هكا يتشاف ويستافد الجميع، ونزيدو نتواصلوا بالجديد. وكنقول لكم الصحه والراحه، وغادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوها كيفاش جات مفروقه. ثم كيفاش جات ها نتوما شوفوا، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وغير جربوه ما يجيكم راه غادي يجيكم ساهل. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.